أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والشرط في المأمور ليس بساقط في فقهنا بالجهل والنسيان، والعكس في باب التروك مقرر، فافهم هديت فإنه ذو شان. نعم، هذه قاعدة أصولية عظيمة جدا، نصها يقول: الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، وفي باب التروك تسقط بهما. الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، وفي باب التروك تسقط بهما. وذلك لأن الشريعة منقسمة إلى مأمورات ومنهيات، أليس كذلك؟ والمأمورات تنقسم إلى مأمورات وجوب ومأمورات ندب، والمنهيات تنقسم إلى منهيات تحريم ومنهيات كراهة. فالشريعة فيها مأمورات أمرك الشارع بفعلها، فنحن نسميها باب المأمورات، وهناك منهيات أمرك الشارع بتركها فنسميها باب التروك. فإذا قيل لك: ما باب المأمورات؟ فقل: ما أمرت بفعله وجوبا وندبا. وإذا قيل لك: ما باب التروك؟ قل: هو ما نهاني الشارع عنه تحريما أو كراهة. أظن الموضوع واضح. فباب المأمورات يختلف عن باب التروك في أشياء كثيرة، من جملة ما يختلف البابان فيه أن باب المأمورات أهم عند الله من باب التروك، ومن جملة أهميته أن الله لا يتسامح فيما سقط من المأمورات ولو جهلا ونسيانا. نعم، أنت غير آثم، لكن لا تبرأ ذمتك إلا بالإتيان به، لأنه باب مهم عند الله. فما فوتته من المأمورات ناسيا فلا إثم عليك، لكن لا تبرأ ذمتك إلا بالإتيان به، أو جاهلا فلا إثم عليك، لكن لا بد أن تأتي به. أما باب التروك فما وقعت فيه جاهلا وناسيا فأنت معفو عنك جملة وتفصيلا، ولا يعتبر مفسدا لعبادتك أبدا. فإذا باب المأمورات أشد طلبا من باب التروك، بل إن معصية أبينا آدم كانت من جنس فعل المحظورات، ومعصية عدونا إبليس كانت من قبيل ترك المأمورات، فانظر إلى نهاية كل منهما. من خالف المأمور لعن، ومن ارتكب المحظورة تيب عليه. فمخالفة المأمور عند الله أعظم 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 من ماذا؟ من ترك المنهي أو من فعل المنهي. وعلى ذلك قامت الأدلة. أضرب لكم مثلا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما الحكم لو أن الإنسان صلى بلا طهارة جاهل ناسيا؟ لا إثم عليه، ولكن لا تقبل صلاته، لأنه في باب المأمورات. أنت فوتت وضوءا، والوضوء مأمور به، وباب المأمورات ما يسقط بالجهل والنسيان. ضد ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه. هل خالف مأمورا أو وقع في محظور؟ لما كان وقع في محظور ناسيا تجاوز الشارع عنه، ولم يجعل ارتكابه للمحظور جاهلا أو ناسيا مفسدا لصيامه. إذن فرقت الشريعة بين المأمورات وتركها جهلا ونسيانا، وبين المتركات ويعني إذا تركها أو إذا فعلها الإنسان جهلا ونسيانا. خذوا مثالا آخر في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، الآن فوت مأمورا أو وقع في محظور؟ هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة؟ الجواب: لا، ما أمره بإعادة الصلاة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته ماذا ترك؟ ماذا ترك، مأمورا أو فعل محظورا؟ ترك مأمورا، وهو الطمأنينة، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام صلى في نعلين فيهما شيء من النجاسة، فجاءه جبريل وأخبره، ماذا فعل؟ أعاد الصلاة أو خلعهما وأتم صلاته؟ مما يدل على أن باب التروك يسقط بالجهل والنسيان. وبناء على ذلك فمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة. أنتم معي ولا لا؟ ومن فعل شيئا من مفسدات الصلاة جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، صلاته صحيحة. ومن ارتكب شيئا من مفسدات الصوم، قلناها
جاهلا أو ناسيا فإنه لا شيء عليه. وأنا سأضرب لكم الآن ثلاثة فروع، أعطوني أحكامها وبينوا لي لماذا. رجل صلى بلا استقبال قبلة ناسيا، عليه الإعادة؟ نعم عليه الإعادة لأنه ترك مأمورا. رجل صلى بلا نية أيضا صلاته باطلة، أليس كذلك؟ طيب، رجل احتجم في الصيام جاهلا حكم الحجامة، لا شيء عليه. طيب، رجل قلم أظفاره ناسيا إحرامه، أرأيتم كذا؟ هكذا الفتوى تنضبط. فإذا سئلت عن مأمور ترك جهلا ونسيانا فقل لا إثم على التارك، ولكن لا تبرأ ذمته إلا بفعله. وإذا سئلت عن محرم فوعل جهلا ونسيانا فقل لا إثم عليه ولا يضر تعبده، والله أعلم.